الصلاة والسلام على رسول الله. الجدة المغربية فاش تجي من العمرة؟ السلام عليكم. يا ويلي تجيتي الصلاة والسلام على رسول الله. إلى جا سيدنا محمد الله بعجل علي. فاتحة. أبوي عاد نجلس عاد نجلس عاد نجلس. بسم الله والصلاة والسلام على النبي رسول الله. تبارك الله على أمي على سلامتك أمي على سلامتك على سلامتك أمي وحضرتي وجيتي بخير وعلى خير. أبوي قولوا لي مالكم؟ مالكم سيرين زغطوا مالكم حيات؟ تي أنا مالي كنت مجدودة ملقي العروسة. بابا تضرب جهكم. أنتي تشوفي. باقا عتيا تيا قلنا زعما عادش العمره بغيت تبدل لسانك باقي لسانك صابخك وباقي لسانك الله يستر. قولي ليا تعيدي معايا مني مشي في تما غتغادى وانا كنوصي فيك. ويلي عقولي ليا كاين شي حد نسمرت ولدهم عقولي ليا كاين شي عدوسة نسمرت ولدها لا ما نسيتكش ما نسيتكش بنيتي تقال ولا بقيت فكرك وغادا من هنا فكرك لذاك المقام اللهم صل عليك يا رسول الله والحمد لله ونعم بالله بقيت في الحياة مشيت لذاك المقام دعيت معاك دخلي سوق راسك دعيت معاك ديري عقلك دعيت معاك باش تدخلي سوق جواب باش تدخلي فيا انا. مالك شتيني كنضرب بالحجر ويلي بنادم مشيت تما وهدي الله وهدي مشات تمايا عمد زادت. اويلي يا امي مال فمك سابق اويلي يا امي تبقى ما درتش عقلك زعما كي مشيت لذاك المقام وعاودي لينا امك كي داير ذاك المقام كي داير فيه الاحساس الاجر اللي خديتي وشنو درتي فيه يعني شنو البركه اللي جبتي منه داكشي اللي فهمتي وليتي تعرفي. ايه غادا نقول لكم يا بنياتي واش غادا نقول لك يا عروستي واش غادا نقول لك يا بنتي واحد الاحساس بنيتي مني تحط رجلك تمايا تنسي الهموم الدنيا وما فيها عرفتي تنساي كل ما درتي وتنساي كل هالدنيا راه شحال نقول لك هباء منثورا هالدنيا غير لحظه عوه لا داست راه ما كتسوى والو مني حضر داك القلب وعطي واحد التواب عندهم واحد التواب رخاص وعلى مزيناتهم وقولي شحال قالوا لك انايا ديما ما عرفتك فلوس عندنا بعد حسبت لي على رجعتي حبيبه اللي مشات معايا قالت لي قولي لي 1000 ريال الميترو ومن جينا هنا المغرب عند حبيبتك خت حبيبه ولا خالتها مع سميه بوها دوك اللي كتلصق لي التواب ب 4000 ريال تقول لي غادي نديرهم كفن ورخص منها هي دايره لي 4000 باش نمشي لذاك المقام حنا خارجين لقينا دايرين على 1000 ريال شوفي الطنز العقلي هما يجيبوا من 1000 ريال ويصدقوا رابحين في مكوري ولي 1000 ريال هي تبيع 4000 ريال قولي اللي بحال فيهم 10000 ريال 500 درهم اللي ربحت فيهم بالحرام شوف اعوذ بالله بالشطر راجين وجايين من داك المقام. بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله محمد رسول الله اللهم ثبتنا اللهم ثبتنا. ويلي انت واش هدرتي يا دوزتي ولا مالك كيف كنت تلفك على هادشي لا زعما عاودي لينا على المناسك اللي دوزتيهم كي دوزتيهم كي داير زعما كي داير زعما داكشي تما يعني كي داير هذاك الشيء عندهم كي داير يعني ماشي تمايا كنلقيتي الاجواء يعني واش بحال هنا ولا حاجه اخرى فهمي عاودي لينا بالضبط شنو شتي. ايه دابا كلشي حنايا منين نخرجوا من تمايا دابا ندخلوا حنايا هذوك الطواريطات اللي عندهم ماشي بحال اللي عندنا دابا حنا عندنا كتقرضي تما عندهم مع كرسي وداك الشيء اوتوماتيك عرفتي انا بغيت نجلس ما عرفتش انايا وكانت معايا صاحب جارتين وصاحبتي حبيبتي هي اللي وراتني كيفاش نجلس عرفتي داك الشيء كيفاش كتبركي هكايا وتقولي ابو العفاريت واخا داك المقام على مزيان ما فيه لا عفاريت ما فيهش غنقول لك لا شر واحد الراحة تنقول لك غزالة 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 تحت مني تبقى تمايا ونشوف هذوك الشيء اللي عندهم تمايا والحوايج رخاص وكلشي رخاص باك راه انا نشري كلشي نجي نبيعو هنايا يولي لاباس عليا. ويلي يا مي تي دخلت عليك بالله مي عاد قولي ليا واش تي مشيتي تزوري مشيتي تاخذي الباروك مشيتي تزوري داك المقام الكبير اللي كيتشهى كل مسلم ومؤمن باش يزورو ولا مشيتي تبركي وشوفي داكشي اللي عندهم تما التواب اللي عندهم والشطيط اللي عندهم تي موجه الشطيطون ويلي يا مي لا تقول لحد يضحكوا عليك قولي ليا صلاة الجمعة صليتها تما مع جدتي مقادة معاها الا الحقيقة كنت باغي نصلي كنت انا وجارتي كنا غادي نصلي ولكن عجبنا تعاون لك واحد المويه دابا هما عندهم واحد البانيو كبير الماء هو كيشرب خنا ولكن هو راه دافي
وهنا جلسنا في طخينا هضرنا طخاو علينا شحال ولك ما تشهينا تخرجوا من تما تشهينا نبقاو عيالتين تما وبقينا تما يا تسلبخو يا ما تسلبخ تسلبخ يا ما تسلبخ وهذا ما كاين. اويلي كملت نايلة إذا كملت لصقوا لينا الدوار الخبار غتبقى شوفنا على سيد الكل سين. قولي لينا خلينا دابا من هاد الشيء هذاك الشيء سوقك ما بغيتيش تقولي شتي شتي الحوايج شتي الشطايط شتي الطواليطات شتي الحمامات شتي الماء شتي تشوفي اللي بغيتي تشوفي المهم شتي لينا شي حاجه من تما يا داك المقام. ايه جيت لك ايه ودابا كنت حنايا من تما جايين تركنا حنا داك السويقه اللي عندهم قالنا قال لك شمنا تواب واش لا قال لك عطي داك الشيء كيار الملك طال نجيب لكم الزمزم عاود ما لقيتوش حيت غنتقل بي وغادي بغيت نجيب لكم تما قلت انا نجيب لكم الحوايج غادي نتفاهم معاكم نبيعوا لكم خا 50 درهم البيجاما والعبايات اللي عندهم وداك الشيء وشحال نقول لك حنا ملي ركبنا في ديك الطياره تمنا جايين قبل ما نمشيو حنايا حنا ملي تمنا جايين اش نقول لك حنا مشينا ولا جينا بعد ما علينا ملي وصلنا حنا هنا حنا ملي وصلنا ايه ايه الله يثبتنا على الشهاده ولي حنا ملي وصلنا كلشي داك الشيء قالت لك عندهم غزال 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 انا ما تشهيتش رجع حقيقه اه ويلي جهد عن قندور تمايا هذاك جهد مغزال اش منك اش غنقول لك اش منك يا عيالات كي دايره تبارك الله كي دايره كل عيالات يديروا المقن مقن 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 اش غنقول لك تبارك الله ما درت وين عين خمسه وخمسه بس الحرام فيك ما فيش شافهم مملكو ولا عاد مش غنطيح بكم ايه جات لكم حنينه حنوا حنوا باش يحن عليكم سيدي ربي هاك هاك انت شدي هاك انت حنينتك هاك حنوا حنوا باش يحن عليكم الله حنوا انا من عندي عدوزه بحالك عم نشوف النهار اللي غتحن عليا فيه واش اخوتي دايرين صافا مزيان ان شاء الله يا ربي تكونوا مزيانين تكونوا باحسن ما يرام شكرا لكم بزاف حيت فرجتوا حتى هنايا وكتسمعوا هادشي اللي كنقول لكم بالتوفيق يا رب الجميع امه محمد بالتوفيق يا رب الجميع اللي كيديروا فيديوهات الله يسهل عليهم في النهار ويسهل على جميع المسلمين ان شاء الله يا ربي يكون هذا الفيديو اللي درت ما يكونش اهانه للدين او اهانه لمكه المكرمه ان شاء الله حاجه فيه تكون سيئه وكنظن اني كتبت وعارف شنو اللي خايب وشنو اللي كيكون اهانه للدين او مكه المكرمه شنو اللي ما كيكونش اهانه بعد ما ننساش نقول لكم بالله هذه الفكره ديال كاوتر بزاف عطاتني هذه الفكره لواحد البنت هذا الشيء حقيقي 100% هذا الشيء جدها مشات لمكه المكرمه مشات تزور ذاك المقام فجات من ذاك المقام سولوها قالوا لها يعني اكيد هذاك المقام داك تمشي جات لي الحنه واش تخربي بحال ما عرفتش داك الشيء بالضبط كيفاش قالت لي وكان انا غيرت بزاف الحوايج باش ما تكونش القصه 100% بحالها ولكن جدها مشات لمكه المكرمه وكانت قريب الجمعه الناس كيصلوا صلاه الجمعه تما هي قالت لك كانت مشات لبيسيني وصاحبي وجارتها بعد شي حاجه بحال هكا بعد الشيء اللي كتشوفوا راه حقيقي 100% تقريبا نصف المحتوى اللي كندير هو افكار كتعطاني من نتوما اللي كتابعوني كيخلوا لي في التعاليق وكناخذ الفكره ديالي كنتواصل معاهم كناخذ المواضيع بالضبط كيفاش كانت وبالتوفيق يا ربي لجميع امه محمد والصلاه والسلام على النبي محمد وشكرا لكم بزاف وكثرت عليكم بزاف ما تنسوش لايك تابعوني تفاعلوا مع الفيديو.